السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأتحدث معكم قليلا عن التحديث الذي أطلقته أبل بي الأمس مساء الأمس، التحديث 9.2 الذي يأتي بالعديد من الإصلاحات والعديد من الخصائص الجديدة. أول ميزة والذي ينتظرها كل يعني الأشخاص أو كل المستخدمين من ربوع الوطن العربي هي أن المساعد الصوتي سيري أصبح يدعم العربية بشكل كامل، يعني تتحدث معه بالعربية يجيب لك بالعربية، وكل هذا باللغة العربية. طبعا الميزة الجديدة وهي يعني إصلاح العديد والعديد والكثير من الباجس والستاكس، يعني الاستكات وتعلقات النظام وإعادة التشغيل من وحده والعديد من المشاكل التي واجهت عدم استقرار النظام للمستخدمين في 9.1 تم إصلاحها في هذا التحديث. أيضا هذا التحديث يأتي بحجم صغير، يعني ليس مثل 9.1 حجمه أكثر من جيجا، يعني كأن النظام كامل يعني قمت بتنصيبه. 9.2 تحديث فقط، يعني حجمه 200 والقليل من الميجا بايت، يعني حجم قليل جدا. كذلك يعني أبل قامت بإطلاق كفر جديد أو غلاف جديد لأجهزة الآيفون 6 و6S، حيث هذا الكفر الجديد الذي أطلقته تزامنا مع 9.2 يأتي بالعديد من المزايا. أولها أن البطارية التي به تدوم 18 ساعة للتصفح والاستعمال، كذلك 25 ساعة للمكالمات، وعندما تستخدم وتركب هذا الكفر يظهر لك في السيتيوس بار بطاريتان وليس بطارية واحدة. كذلك عندما أول ما تركب الكفر يظهر لك في الشاشة الرئيسية تلك التي جاري الشحن أو تشارجين، بطارية هنا وبطارية هنا نسبتها لوحدها، وكذلك النسبة الأصلية نسبتها لوحدها. بالنسبة لمن يسأل، والسؤال الرئيسي موضوع هذه الحلقة، هل سيصدر جيل بريك 9.1 أو سيصدر 9.2 أو لن يصدر؟ في البداية مشاهدي الكريم، لما يطلق الهاكرز الصينيين فريق بانغ وفريق تيم أي تغريدات أو تصريحات على تويتر، حيث الآن يعني يسود كل الأفرقة، أيضا فريق كين الذي قال بأننا سنطلق جيل بريك 9.1 سيكون من متصفح سفاري فقط، لن تحتاج إلى حاسوب وغيره من ذلك، الآن في حالة صمت، يعني لم يغرد أي أحد منهم. أبل قامت بإغلاق كل الثغرات التي استخدموها في 9.2 و9.0.1 و9.0، تم إغلاقها في هذا التحديث وأيضا 9.1، ولكن من المحتمل يعني احتمال كبير جدا أن يصدر جيل بريك، لأن دائما أبل نقوم أغلقنا 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 ونتفاجأ بإصدار جيل بريك لكل إصدار. فجيل بريك يعني سيصدر بنسبة 75%. ولمن يسأل هل أقوم بالتحديث إلى 9.2 أو أبقى على 9.1 أو 9.0.2، ففي حال كنت على 9.0.2 فأنت في نعمة كبيرة جدا ولديك يمكنك القيام بجيل بريك وكل من ذلك، فلا تفقد هذه الميزة. أما إذا كنت على 9.1 فأنصحك أيضا بالبقاء على 9.1، لأنه في حال أصدر جيل بريك ل 9.1 ولم يصدر ل 9.2 فيمكنك القيام بجيل بريك وكل من هذا. ولكن إذا قمت بالتحديث وأطلق جيل بريك 9.1 ولم يطلق ل 9.2 فلا يمكنك الرجوع، وأبل ستغلق الرجوع. أيضا في حال أطلق جيل بريك 9.2 ولم يصدر 9.1 لا توجد أي مشكلة، يمكنك التحديث والقيام بجيل بريك بطريقة سهلة جدا. فإذا كنت تريد جيل بريك يجب عليك البقاء على 9.1. كذلك إذا أردت تجربة النظام الجديد أو التحديث الجديد يمكنك التحديث إليه تجربته، وإذا أردت جيل بريك أو يوجد أخبار بأن جيل بريك سيصدر يمكنك الرجوع هذا قبل أن تقوم أبل بإغلاق الرجوع. كل ما عليك فقط فعله يعني هو الانتظار. في حال أصدر جيل بريك فورا سأقوم بشرحه في القناة وسأشرحه لكم بطريقة تنزيل، يعني لن يعني أعطل عليكم أبدا، فورا سأقوم بشرح جيل بريك هذا في حال أصدر. كذلك يعني يمكنك متابعة القناة لتحديثات أخرى، أخبار جيل بريك أخرى، العديد من الشروحات، العديد من التطبيقات، العديد من البرامج التي أقوم بطرحها في مجال iOS. لن قيسين وديعكم، أتمنى أن تكون يعني هذه الحلقة والنبذة البسيطة عن التحديث 9.2 قد نالت إعجابكم. أنتقل في حلقة قادمة بإذن الله في العديد من الشروحات والبرامج المميزة، شروحات النادرة في المحتوى العربي. إلى اللقاء.